وشوشة. بصي اصل ما فيش حاجه بتفضل على حال، لكن خليني اقول لك ان هو بيواكبه، يعني كلنا بنواكب العصر واللي موجود، لكن بنامل ان احنا نبقى عندنا حاجه افضل من ده. انا على المستوى الشخصي اامل ان يكون في حاجه احلى من كده وافضل، ولا الاسوء ولا الاوحش، اتليست انت زي ما انت، ما عندكيش خطوه لقدام، يعني ما دام انت زي ما انت يبقى لا احسن ولا اوحش، انت واقفه في مكانك، لا فتي ولا ضريتي. لكن انا بقول لك انا اامل ان يكون في حاجه احلى. حاجه احلى في ايه؟ في التكنيك وفي الاستوديوهات وفي المذيعين وفي كل حاجه. على فكره انا مش بتكلم بس على المحتوى، انا بتكلم على اوفر اول، على كل حاجه. انت مش بتبصي لحاجه واحده مقارنه باستديوهات بره وتقارير والمراسلين والاستديوهات والتقنيه العاليه اللي بقت موجوده. لا طبعا بحب الاثنين، كل واحده ليها صداها عندي. خلي بالك ان انا ما سبتش التمثيل برضو، انا معروض عليا مسرحيه ان شاء الله قريب هعملها، لكن لسه ما لقيتش الدور اللي الاقي نفسي فيه ارجع فيه يعني بقوتي. انا بقول كل اللي بيتعرض عليا بيتعرض ضيف شرف، وانا مش حابه ارجع ضيف شرف. فالفنانه والاعلاميه الاثنين، انا بشتغل مذيعه وبشتغل فنانه، هما الاثنين بتوعي. الحجاب بيفرض عليك حاجات كتير، مش بس في شغلك، حتى في حياتك، حتى في معاملاتك. فرض عليا حاجات كتير. في شغلك مثلا ادوارك لازم تكون في ادوار معينه، مش هينفع تعملي كل الادوار، ما ينفعش، ده منتهى البساطه. وفي برامجك كمان، طبعا في برامجك، يعني انا استحاله مثلا هينفع اقدم برنامج فني، فاهمه ازاي؟ لكن ممكن تقدمي برنامج ديني اجتماعي كده انساني مش عارفه ايه، لكن بيفرض، طبعا بيفرض عليكي في كل حاجه، في حاجات كتير. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة من وشوشة.